بداية كانت قضية اترمت قصادي عن محاولة اغتيال وزير، بس ما كانش واضح ساعتها إذا كانت حادثة عادية ولا محاولة اغتيال. بس لما فتشت وراها لقيت إن الحكاية أكبر من كده بكتير. أنتي عارفة طبعًا يعني إيه خصخصة؟ آه طبعًا، القطاع الخاص بيشتري شركات القطاع العام ويديرها. في الفترة دي كل زارة رمل كانت الحكومة بتملكها وتقدر تبيعها كانت بتبيعها. شكلت لجان وزراء ورجال أعمال ومستثمرين كبار وبعض المسؤولين علشان يقيموا المصانع والشركات اللي بتملكها الدولة علشان تتخصص. مجموعة منهم بقى قررت إنها تشتغل شغلانة تانية خالص. الشغلانة دي كانت هي سبب خراب البلد، السمسرة. كانوا بيجيبوا مستثمرين من بره وكانوا بيبقوا همزة الوصل ما بين المستثمرين دول وما بين الحكومة في حكاية البيع والشراء. وطبعاً الإنسان طماع، ليه أكسب أقل ما دام أقدر أكسب أكتر؟ يعني مثلاً الشركة ولا المصنع اللي بيشتغل وبيكسب ليه ما يتلعبش في حساباته علشان يبان قدام الكل إنه بيخسر؟ وبدل ما يتباع بمليارات يتباع بتلات تعريفة والكل كسبان في النهاية. اللي اشترى واللي سمسر والخسران الوحيد هو صاحب الملك، الناس، الشعب اللي بتضيع عليه مليارات، اللي بدل ما تتحط في خزنة الدولة تتحط في جيب كم واحد. ايه علاقة ده كله بنور؟ نور دي بقى كانت سكرتيرة واحد من المحاسبين الكبار اللي بيطبخوا الطبخة دي، وكانت بتعرف تلين دماغ اي واحد. الفلوس ما بتكونش كفاية انه يوافق على اللي بيحصل. قصدك انها كانت لحد ما قررت انها تبطل. تبقى هي بقى دي كيتي صاحبة الخبر اللي جابه لنا وسام، صح؟ نور دي بقى كانت هي مصدري جوه الشلة بتاعت السمسارة دي. ساعدتني أوصل لأوراق ومستندات وأرقام حسابات في البنوك توقعهم كلهم. ايه ده يا حظابط؟ انت متأكد يا يحيى من التحريات اللي انت عملتها دي؟ يا ترى رجعت اسامي الناس اللي متورطين في القضية؟ يا فندم انا اللي اتحريت عنهم بنفسي. اتحريت بنفسك ازاي يعني؟ تقريبا اكتر من نص المسؤولين اللي في البلد انا عايز تقنعني ان محاولة اغتيال الوزير الحاسة اللي انت حققت فيها دي بنفسك، عايز تقنعني الناس دي كلها متورطة في القضية دي؟ محاولة اغتيال سيادة الوزير يا فندم كانت هي بداية الخيط، لكن أنا لما اتأكدت من التحريات بتاعتي أنت دبت ظباط من مباحث الأموال العامة علشان يبقوا معايا في فريق التحقيق. اطمن يا فندم، كل حاجة ماشية مظبوطة. يا ترى بقى يا يحيى في ناس كتير اطلعوا على الملف ده قبلي؟ لا يا فندم، أنا كل واحد في فريق التحقيق بتاعي كان ماسك جزء من الملف. يعني حد يتحرى عن حاجة يحقق مع شخص معين، إنما الصورة الكاملة عندي أنا. طيب كويس أوي يحيى إن أنت عملت كده. استناني نص ساعة وأرجع لك. سيادتك هتتصل بسيادة النائب العام؟ انتظرني يا يحيى. بعد السنين دي كلها؟ بعد ما تقريباً رفعت الراية البيضاء وسبت الداخلية؟ طب ماشي. ظهروا فجأة وقالوا تعالى نخلص على الجدع ده. طب ليه حاولوا يقتلوا عمي؟ ليه وقعوا الشركة؟ لأن ما تقنعنيش إن ظهور طارق الجمل مجرد صدفة. لا يا سلمى، في حاجة ناقصة، لأن كل المعلومات اللي أنا جمعتها وقتها كانت مجرد ستار مستخبي وراها ناس تانية. ناس تانية كتير أنا معرفهاش. طالما معرفهاش يبقى أنا أكيد مش مصدر تهديد لأي حد، وخصوصاً دلوقتي. طب لو بلعنا كل ده ايه حكاية ظل الرئيس دي؟ انا سايب الحراسات قبل ما امسك القضية دي بكتير. لا لا، الموضوع وراه انتقام شخصي، في حد حاطط العيلة كلها في دماغه مش انا بس. ماشي، ظهور نور دلوقتي بالذات ده مش ممكن يخليك تعيد تفكير؟ ممكن. طب هي فين دلوقتي؟ أنا زهقت.
صدقيني يا سلمى، الحكايه مش مساله ثقه، انا شغلي يعلمني الكتمان، لان احيانا في معلومات ممكن تكون خطر على اللي يعرفها. تمام اوكي يا يحيى، انا طالعه الايت. فعلا انا بس اعمل بنصيحه سيادتك وهنسى الموضوع نهائي.